السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل لكم واحد التعليقات تاع واحد المتتبعين. رد لكم على واحد التعليقات. كاين واحد الفيديو تاع تراك 60 طن، هذا تقريبا الايامات الاولى كاع اللي كنت ندير في، لو ترى التاريخ تاعو تجده في 15 افريل 2016. انا قاعد الايامات الاولى قاعد كنت مبتدئ في التصوير. او واحد تكتب مصور تعبان، المصور تعبان صح، خاطرش انا كنت نتكلم كان واحد يصور صديقي. هنا قال لك ما اسباب تعطيل الجير الونش تيراك 60 طن. انا الجير اوتوماتيكي ما عرفش معنى الجير، اظن ان اخذ من مصر. هذا قالك صحيح خويا، حبيت نسقسيك خويا صاحب الدبلوم تاعك، هذا النوع من الالات عندهم افضليه في العمل، وشكرا على المجهودات وبارك الله فيك، ننتظر منك الرد والسلام عليكم. انا رديت عليه انا هذا الانسان في التعليق، سموه حكيم حكيمو. هذا النوع من بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انسان اللي ما قراش نقولوا احنا توقف عند الدراسه وما ما كملش الدراسه تاعو، وما كانش عنده مستوى في الدراسة. أنا عندي هذا أحسن بالنسبة لي أنا، ليس لأني أحب هذا التخصص، لكن من أجل ماذا؟ لأني رأيته أحسن من سائق شاحنة، أحسن من سائق حافلة، أحسن من أي شيء. فيه شيء واحد فقط، سلبية واحدة، وهو أنك أغلبية الوقت تعمل بعيد عن المنزل فقط. شوف الحمد لله كأنك في غرفة ما تتعب ما والو، عندك ايامك كتبوا لي في اليوم نقولوا احنا تغير من مكان لمكان تتعب. احسن من كم من شيء، هو الشركات يحوسوا على اصحاب الخبره وكذلك اصحاب المعارف. لا نتكلم عليه، انت انظر نفسك ان كنت قادر انك انا اشجعك. احسن تخصص هذا بالنسبه للانسان ما درسش، هذا احسن تخصص. هنا كتب واحد إنسان عندي خبرة حوالي 7 سنوات في رافعة إكس سيام، هل أقدر أن أستطيع أن أقود تيراكس؟ نعم تستطيع أن تقود تيراكس بكل سهولة. قال أنا واحد قال لي سير إنجليش سبيك، سير إنجليش سبيكينج بليز، قال لي يتكلم بالإنجليزي. إن شاء الله في أقرب وقت ندير لكم ترجمكم أفلام الفيديوهات بالإنجليزي. قال اخ حسين ممكن تشرح لنا فيديو خاص بالرافعه الصيني 80 طن في اقرب وقت. انا هذه الصيني ما لم اقودها ولم اراها، ولكن رايت واحد في الفيسبوك جعل فيديو، راه عندي الفيديو تاعو، ما جيني يوم اساله اذا قال لي معليش انشر الفيديو انشر ان شاء الله. لا استطيع انشر فيديو بدون اذنه، لازم اساله قبل. واحد قال لي نريد اللغه العربيه عشان نفهم الوطن العربي. أو إنسان هنا قال لك اللغة العربية هذه اللي تكلمت عليها قبل، الإنسان اللي قال يتكلم بالدارجة ها، وقال لك نريد اللغة العربية عشان يفهم الوطن العربي، هذا عاد بالحق. إنسان قال لك نحوس اللغة العربية عشان الوطن العربي. هو هذا راه واحد من الناس اللي نبهوني على اللغة. هنا قال لك الله يجعل في ميزان الحسنات، شكرا على النظرة الشاملة. هذا قال لك كيف بوم سوى، هذا بين انسان يعد بالك من الهند والله، وش كتب هنا؟ كتب لوفر فروم باك رو يور بيت اند جريت جوب، فهمتوا شنو ايش راه يقول. هذا راه غير بعض التعليقات، الله يكثر من سنة الشيخ. قالك تصوير غير دقيق وليس واضح، لو تكلمت باللغة العربية الفصحى حتى يفهم الجميع. جزاك الله خير، أخوكم من سوريا سائق ليبر 70 طن وغروف 50 طن و 60 طن وتضان 80 طن وتيراك 60 طن و 80 طن اكس سي ام في، ما شاء الله. هذا قالك ميرسي مي فو بلي نو انفورمي ان فرونس، قالك احنا في فرنسا يجعلونا في تربص اكثر من هذا
هذا راه كتا فيديو واحد فقط، كاين واحد فيديو ثاني هنايا. بارك الله فيك وجعل الله في ميزان الحسنات. اخي حسين هذا احسن شرح اخذ درته وما طولتش فيه باش المبتدئين يفهموا. دائما انا الفيديوهات تقريب نديروا على جال المبتدئين راهم خاطرش لماذا يجعلهم جال المبتدئين. انا راني جربت من كنت مبتدئ، كنت محتاج هذه الفيديوهات، محتاجهم كثير، وصدقوني والله ما كنت نلقى هذه الفيديوهات، ما كانش. انا في 2007 2005 2006 كنت ابحث على هذه الفيديوهات، لا يوجد الفيديوهات. الحمد لله الان راهم كاينين تاعي بن ثابت احمد تاعينا، وكاين واحد اخ ثاني راه يدير في لي فيديو، ومهم كاينين لي فيديو. قال لك شرح مفهوم ومبسط، خاطر هو كان ممكن كان هذا الشرح تاع الوزن المضاد تاع لي بال، هذيك الجهاز اللي ياتي هنا الفوق ما كانش فاهموها، وهنا فاهموه وقال لي بارك الله فيك. انا شكرا يا استاذ حسين الله يجازيك، كنت حبيت حاجه كبيره وبصح وصلت في المنوال ورانا نتعلموا منك يا شيخ. هذا واحد قال لي كانت جايتني هذه الكونتروبويت، هذا كونتروبو حاجه كبيره، وكي شفت هذا الفيديو راني راه جاني سهل جدا اكثر مما كنت اتصور. الحمد لله هذه كاع تعليقات تسجل. انا راني دائما نقول الاخوه علقوا، انا ان شاء الله راني تقريبا من شهر شهرين اجعل ساعه ولا ساعتين نجعلها نرد التعليقات، كاع نرد التعليقات، راني اعمل وحدي انا فقط، اجعل التعليقات رد للتعليقات. وهذه التعليقات راه تشجعني بطبيعه الحال، تشجعني التعليقات، يوجد تعليقات غير بناء او يوجد تعليقات بناء. انا التعليقات غير بناء معليش علقوا ما يهمنيش، انا حاجه واحده اللي علق ومثال يقول كلام جارح هذاك راني من انا لا استطيع ان افعل له اي شيء، لكني غيرني الحال في نفسي. ثم والرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يحب البشر يحب الخير لجميع العالم، والناس كرهوه وكانوا يصارعوا فيه، وكان يسمى انا ما نجيش كما يسمى اي انسان تلقى عدو اعداء. كاين واحد انسان متتبع كان دائما ينتقد، المهم يجد فيديو يجد فيه خطا فقط ينتقد. هو معليش كيعلق، انا راني سامح له كيعلق، يمشي حاجه هو راه قائد رفيعه، على ما ديرش حتى فيديوهات، ما عندكش قناه في اليوتيوب دير في الفيسبوك، تنجم تنشر في فيسبوك، انا بالك ممكن نستفيد منك، راه ممكن تتقود في رفيعه انا ما نعرفلهاش نستفيد منك انا. المهم الانتقاد البناء، لا هو الانتقاد لازم، راه كاين الانتقاد، لماذا كاين الانتقاد؟ سبحان الله، راه كل واحد الراي تاعو، الاراء تختلف، وهاد الاراء اللي تختلف هي اللي الناس تبني بها المجتمعات. ما تستطيعش انك تدير رايك وحدك في المنزل ولا في العائله ولا في مجتمع ولا في بلد، لا تستطيع ان تجعل رايك وحدك، لازم اراء. او الرسول صلى الله عليه ربي سبحانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تشاور وشاورهم في الامر، قال لك لازم تشاور، وهذا التشاور هذا راه مليح حتى في المنزل، مليح التشاور، شاور زوجتك، شاور قال لك حتى ابنك الصغير عنده 3 سنوات 4 سنوات تشاوروا. لماذا تشاوروا؟ انت مش لانك تشاوروا باش تجعل برايه، لكي تعطيه قيمه، هو في نفسه يحس بلي راه عنده قيمه. المهم ان شاء الله الفيديو ما يجيش طويل، والسلام عليكم ورحمه الله.